حابب اعلق عن اللقطه بمنظور مختلف تماما، يمكن مش واحد. وقته، بس انا حابب برضو نرميها في الوسط. في الداتا عندنا في الكوره في رقم بتاع الاهداف المتوقعه اللي احنا بنقعد نتكلم دايما عن الناس عنه. في فرص بتبقى مؤكده، الناس يقول ازاي يا عم الفرصه دي بس قيمتها نص او 7/10 مش واحد صحيح يعني هدف. اعتقد الرد الواضح لكل الناس الفرصه بتاعت احمد ياسر ريان، عشان في العالم في فرص زي دي بتضيع، عشان كده مهما كد قد تبدو الفرصه قدامك محققه بنسبه 1000000%، مفيش فرصه في الكوره قيمتها الاكس جي او نسبه انها تبقى هدف او فرصه انها تبقى هدف هتوصل 100% او الواحد الصحيح. لان دايما لو الجول فاضي ومفيش حد حواليك ومفيش حد معاك ومفيش حد في الدنيا وانت لوحدك في الملعب، ممكن الكوره تعاند اللاعب ويحصل زي حصل مع احمد ياسر ريان وضيع فرصه زي. عجبني قوي شجاعته انه يخش ويشوط ركله تريح، وكنت مشفق عليه جدا. طبعا لو هو ما عندوش يعني من القوه النفسيه يسجلها بالامانه الشديده، لو ما عندوش من القوه النفسيه ما يسمح له ان هو يتجاوز الموقف، اعتقد ان هو موقف صعب، موقف صعب على اي لاعب في العالم جد. لان في النهايه عادي في لعيبه بتضيع فرص، بس دي مش فرصه، ده جو، ده مفيش يعني انت والفراغ والعدم، وفي النهايه ضيعت الكره. فاكيد قوه شخصيه من ان هو يخش على ضربه الجزاء ويسجلها. وخد بالك برضو يعني لو كان سجل الهدف كان عادي، في جوان كتير زي دي اتسجلت، بس ان الكره دي ضاعت لا، يا اهم حدث في اللقاء كله، واهم من اهم الاحداث في البطوله كلها طبعا، وحدث هتغطيه جميع السوشيال ميديا على مستوى العالم زي ما قلت.